قاعدين ليلة اللي هم هم اصلا ساكنين جوا، جوا الجهاز. ساكنين جوا الجهاز ده جوا كده، وصفوا لنا كيف، قالوا فيه زي الفندق كده تقول كويس. هو الجهاز جوا يعني، هو ميزانية الدولة كله كويس ماشي على الجهاز نعم. كويس. ميزانية الدولة جوا فيها سكنات، فيها اي كل الوسائل بتاعت الراحة هي موجودة كويس. الناس دي قاعدين جوا، يلا لما يجي زمن من الساعة 1 انت ماشي على الساعة 4 بيجوا ناس التعذيب. دي وحدة براعة، نعم دي خطاب براعة، مش وحدة براعة، خطاب براعة كويس. بتيجي تخش بعدها انتوا بتفضوا لهم، انتوا ذاتوا اللي قاعدين كويس، بعدها بترجعوا سكناتكم بتقلوا ناس التعذيب نعم كويس. ناس التعذيب ديل بيخشوا بيطلوا النفر اللي هم الفرد الواحد الموجود داخل المعتقل اللي هم عايزينه بيطلوه ده، وده بيكون عمل له شقيق جبال، بيكون الضابط وصى عليه في اسمه بشقيق بقلم احمر. نعم معناته ده الزبو كويس حتى الموت. البيقلم احمر، بقلم احمر توصيه بقلم احمر، شقيق تحت اسمه بقلم احمر كده، معناته ده الزبو حتى الموت. ولو عذبوه يدعب ده قلم لون شنو يعني؟ اللون مثلا الوان احمر موت، احمر موت تاني كويس. انت قال احمر موت، انت قال اخضر كويس. الزول ده ارحبوه شويه كده كويس. بعد ده حتى بعدين كويس خلوه حيعترف ليكم تمام كويس. اما في اين كده يعني ما شاء الله يعني، والله يا اخي عندنا رجال يعني في السودان مهما كان معذب بكون على كلامه الواحد زي ده، بجروا له شقيط بتاع، بجروا له شقيط وبعذبوه. الحاله الثانيه في حاله كويس، انت لو ما مت فيها هتموت برضه كويس، اللي هي انت اذا خلاص هم التمسوا ان انت ملتمس كويس، والله انت كويس من ضمن الحركات المناضله ايوه كويس. ان كان مثلا الحركه الموجوده في جبال النوبه ولا دارفور نعم ولا النيل الازرق، نعم اذا التمسوا ان انت متعاون معهم كويس. ده طوال يا اخوي برنامج المفرم كافوري ايوه المفرمه دي كده احكي للناس، كويس. احكي لهم المفرمه دي غرفه يعني، غرفه زي وزي مكتب. نعم المفرمه دي زي وزي مكتب كويس، بيدخلوك جوا. نعم مجرد ما دخلوك جوا نعم كويس، هو بطلع كانه هو داير يقفل الباب. اي مجرد ما جر الباب كده بتفتح تاني وتنزلك جوا كويس. بعدين عنده شفاط بجرك، عنده شفاط بجرك وبوصلك للمفرمه. الشفاط ده ذاته كويس، بجرك بوصلك للمفرمه. نعم. المفرمه ده موصله لحد قاعه النيل، موصله لحد القاعه بتاعت النيل. المكان يعني ده وين في كومر؟ بفرمك بيه وضامك، بفرمك بيه وضامك، يعني بتمشي غذاء للسمك في النيل. المكان ده وين يا ممكن يفرم له 20 نفر سوا، ممكن يفرم له 20 نفر المكان سوا، ده موجود ممكن في كومر؟ يفرم له 50 نفر سوا. موجود في حته اسمها القنطره، ما بتعرفه يا استاذ؟ نعم اي كويس. الصوره الطويله اللي في داخلها جناين بتاعت في داخلها منقري اي كويس. نعم. دي البيت الابيض، ده دي الموجود فيها المفرم.